شو لسه بدي اقول لك عمر؟ الزلمه عم يعرض علينا فرصه العمر للشركه، بده يطالعنا معه اسبوع الموضه بلندن. شفت مجموعتنا، ما لنا بحاجه حدا يدعمنا. لا تشوف حالك هالقد، اكيد في عنا نواقص. انا ما عم اقول ما عنا، بس مو داني اللي بيكمل الشيء اللي ناقصنا. ما شكلنا رح نتفق، على راحتك. غسان اسمعني ممكن؟ ليش انت امتى سمعتني؟ غسان الله يخليك اتركني انا معصب كثير. عمي هذا ابن اخوك متنح على الاخر، راسه مثل الحيط، مفكر ما في حدا غيره بيفهم والناس اغبياء ما بيفهموا. مشكلة داني ما هيك؟ الله وكيلك صرت حاكي معه شي 100 مرة وهو معند، راسه ألف سيف ما بيرد، شو ما حكيت معه، طيب ليش ما بيشغل مخه؟ ليش ما بيسمع لحدا؟ غسان ولو انت اكثر واحد بتعرفه لعمر، هو عنيد هيك الله خلقه. طلعشي من شوية هوا لقلك، أنا فايت أحكي معه، يلا روح. طيب عمي، ماشي يسلمه. روق أعصابك. ماشي. هاي أول مرة بشوف غسان بيك معصب. لأنه هادي اللي جوا بيقدر يخلي الحيط يعصب. تعاي امشي نشوفه. يلا. هالمرة كأنه خناقتكم جد. بعد هالتعصيبة مفاجأتي راحت بين الرجلين. مفاجأة شو؟ عفواً، شو هون عنوان ساحة المعركة؟ وصلنا يعني؟ طلع على الباب، شوف اطلع. شو هاد؟ نسرين انت مجنونة. لا هيك كتير بيستاهلها بعد ليلة مبارح، جنني وهي جنن غسان كمان. عمر، برأيي غسان معه حق، فكرت بهالاحتمال شي مرة؟ شي أكيد معه حق، داني ما بقي عنده شي مخبى، يعني غسان هو الصح وانت اللي عم تتنح. زودت عليك كأني، هاي النظرة معناتها تركوني وأنا بفكر لوحدي. ماشي فكر، بس فكر بمنطق. عمر ما تنسى غسان شريكك، هو مو بس شريكك، هو أخوك، فكر يلا. ديما. نعم عمر بيك. شو رأيك بالموضوع؟ شو بعرفني؟ أنت بتعرفه أكتر. برأيك أنا غلطان؟ يعني عم تنح بس؟ صحيح المنطق بيقول الحق مع غسان، بس أنا مو مرتاح للقصة. أنت خايف القصة يكون في من وراها ملعوب، وأول ما تكشف وراءك لداني تخسر كل شي بناته. ما عم بفهم ليش ما عم يقتنعوا بالفكرة. برأيي هالإحساس مانو شي فاضي وما بيجي من فراغ، الخبرة هي يلي بتعطيك هاي القدرة. يعني أنا بلاقي الصح أنه تلحق إحساسك. ضل على رأيي، هذا اللي فهمته. أكيد ما بقدر أنصحك بهيك موضوع أنا، بس الفكرة أنه لو كل الناس اجتمعت على رأيي مو يعني أنه هذا الرأي هو مزبوط. يعني مثل مو أنا شايفة القصة من زاويتي، الحق معك أنت مو معهم. ممكن تكوني عم تنحازي لجهتي؟